رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه السورة الكريمة افتتح الله تعالى بالقسم، فأقسم سبحانه بالتين والزيتون وطور السجين وهذا البلد الأمين. والمراد بالتين هو التين المعروف، الشجر المعروف، والزيتون يقسم الله بهما لكثرة منافعهما وفوائدهما العظيمة. والتين في البلاد الباردة ينوب عن التمر غذاء، كما أن التمر غذاء في البلاد الحارة، فالتين في البلاد الباردة غذاء. فأقسم الله بهاتين الشجرتين لكثرة منافعهما وفوائدهما، وفيه إشارة إلى منابتهما وأنهما في الغالب ينبتان في بيت المقدس من أرض فلسطين، وهو المكان الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وطول سينين هو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وقيل المعنى المبارك. والطور هو الجبل الذي عليه الشجر، فإذا لم يكن فيه شجر فلا يسمى طور. وهذا البلد الأمين مكة التي بعث الله فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أقسم بهذه الأمور الثلاثة، وهي الأماكن التي نبع الله فيها الأنبياء. فالتين والزيتون في بأرض فلسطين، وقد بعث الله فيه عيسى بن مريم. والجبل جبل الطور كلم الله عليه موسى عنده موسى بن عمران. ومكة وهي البلد الأمين بعث الله فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا أحد يحجر عليه سبحانه، ويقسم بما ببعض المخلوقات لما فيها من بديع خلقه ولما فيها من الدلالة على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة. لا أحد يحجر عليه سبحانه، يقسم بالليل، يقسم بالنهار، يقسم بالشمس، ويقسم بالضحى، ويقسم بالعصر، ويقسم بمخلوقات كثيرة. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، فإذا أقسم بغير الله فهذا من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والمقسم عليه هو قوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا المقسم أقسم الله بهذه الأمور على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه تام الخلقة متناسق الأعضاء في أحسن صورة، منتصب القامة، رأسه مرفوع إلى السماء بخلاف الحيوانات فإن رأسها في الأرض. وميز الله هذا المخلوق والإنسان، ميزه عن سائر المخلوقات، وشرفه وكرمه وحمله في البر والبحر والجو، وفضله على كثير من المخلوقات، ولذلك كلفه سبحانه وتعالى وجعله مكلفا، لأنه ميزه بالعقل عن الحيوانات. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا المخلوق وهو الإنسان الذي شرفه الله وكرمه وخلقه في أحسن تقييم، قال سبحانه: ثم رددناه أسفل سافلين. يرد إلى أسفل سافلين، وهي النار، إذا كفر بالله تعالى وأشرك به فإنه يرد إلى النار،
النار في أسفل سافلين، والجنة في أعلى عليين، الجنة سقف عرش الرحمن، والنار في أسفل سافلين، وفي يوم القيامة تبرز وبرزت الجحيم لمن يرى، وتسجر الأنهار البحار فتكون جزءا من النار، وإذا البحار سجرت تفجر الأنهار بعضها بعض فتكون لها بحرا واحدا، ثم تؤجج تسجر فتكون جزءا من النار. وفي الحديث الصحيح يؤتى يوم القيامة بجهنم، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله السلامة والعافية. هذا المخلوق يرد إلى أسفل سافلين وهي النار. ثم استثنى الله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يردون إلى النار. الذين وفقهم الله وهداهم فآمنوا وعملوا الصالحات فلا يردون إلى النار، بل لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا يعني بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم. فالإيمان الذي في القلوب يتحقق بأعمال الجوارح، الصلاة والصيام، الزكاة والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان للجيران، صلة الرحم إلى غير ذلك. وكذلك ترك المحرمات، ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر، ترك عقوق الوالدين والبعد عن قطيعة الرحم، كل هذا داخل في عمل الصالحات. ويشمل عمل الصالحات أيضا المستحبات كسن الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الليل، هذه كلها من عمل الصالحات. وكذلك الصيام، صيام الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم العاشر من محرم، كل هذا من أعمال الصالحات. وكذلك الصدقات كلها داخلة من الأعمال الصالحة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم آمنوا بقلوبهم وتحقق هذا الإيمان بالعمل بجوارحهم. فالإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به. فالذي يدعي أنه مؤمن بقلبه ولكنه لا يعمل ليس بمؤمن. يصير إيمانه كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق لكن ما عنده عمل، فرعون مصدق ما عنده، استكبر عن عبادة الله. فإبليس استكبر عن عبادة الله، وكذلك فرعون كان من المستكبرين. وإن كان إبليس يعلم ربه، قال ربي أنظري إلى يوم يبعثون. وفي يوم البدر لما كان مع المشركين فلما رأى الملائكة تركهم وقال إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. وهو يعرف ربه، وكذلك فرعون يعرف ربه. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والعمل الصلاة والصيام والزكاة لا بد لها من إيمان في القلب يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون ويصلون ويصومون ويحجون ولكن ليس عندهم إيمان يصحح هذا العمل. قال الله تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى عن غير المؤمن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق هذا الإيمان في القلب، ولا صلى هذا العمل، ولكن كذب وتولى. فلا بد للمؤمن من إيمان، من التصديق في القلب، ولا بد له من عمل. فالإيمان والعمل متلازمان، لا يصح أحدهما بدون الآخر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر، لهم أجر ثواب عظيم. نكره حساب الأجر المنكر لبيان عظم هذا الأجر. فلهم أجر غير ممنون غير منقطع، بل هو مستمر. ثم قال سبحانه فما يكذبك بعد بالدين. هذا خطاب للإنسان المكذب الكافر. أي شيء يحملك أيها الكافر على أن تكذب بالدين والجزاء والحساب والثواب والبعث
والجزاء والحساب والجنة والنار، وأنت قد كرمك الله وأنت تعلم أن الله ابتدأ خلقك، فما الذي يحملك على التكذيب والتكذيب والكفر؟ فما يكذبه بعد؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى، فهو أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل سبحانه، وهو العادل أعدل الذي لا يجور، فهو ملك الملوك وحاكم الحكام وسلطان السلاطين وأقضى القضاة، هذا لا يقال إلا على الله. لكن إذا أضيف لا بأس أن يقال حاكم حكام مصر، حاكم حكام الشام، حاكم حكام السعودية، أو هذا لا بأس، قاضي قضاة السعودية، قاضي قضاة الشام، قاضي قضاة مصر، لكن قاضي القضاة، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، ملك الملوك، هذا هو الله سبحانه. ولهذا بوب الإمام محمد بن محمد في كتاب التوحيد باب تسمي بقاضي القضاة ونحوه، ثم ساق حديث إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، أخنع عن أوضع أخنع. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقيل إن اشترى أحكم من الحكمة، والمعنى أن الله تعالى حكيم، فهو لا يخلق خلقه ويتركهم سدى، لا يأمرون لا يؤمرون ولا ينهون في الدنيا، ولا يثابون ولا يجزون ولا يحاسبون في الآخرة، بل هو حكيم، خلق خلقه وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يرزقنا فهم كتابه والتدبر والعمل به، وأن يثبتنا على دينه القويم، ونسأله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يثبت الجميع على الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.